السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الاشغال تاع الملحقات تاع ملعب عنابه، واللي يعني فيها تعقيدات على ما ارى، لانه فيه اشغال تاع التهيئه تاع الفضاءات يعني المجاوره، لان الاشغال في تاع الملحقات في عنابه كاين نوعين. النوع الاول يخص البنايات اللي دايره على الملعب، اللي راهي كثيره وشفناها في التصميم. والجزء الثاني تاع الاعمال هو يخص عمليه التهيئه، كما رانا شاهدنا في الصوره، التهيئه نتاع لي طالو الارضيه و يعني كل المسطحات السائره والدائره على الملعب. وهذه الاشغال هذه كلها فيها، راهي رغم انها يعني فيها تقدم وراهي سايره، العمل راه يمشي، ونشكروا ونحييوا العمال تاع شركه باتي ميتال اللي راهي تقوم بهذا يعني المشروع، يعني كليه كل الاشغال على عاتق شركه باتي ميتال اللي يعني راهي دايره القائمه بالدور تاعها، لكن راهي سباق ضد الساعه. وحنا ماذا بينا الاشغال هذه تندار بلي نورم، لي نورم دولار، افيك لي ريغل دولار كيما نقولوا حنا في الجارغون تاع الميتي، نقولوا لي ريغل دولار لازم يكونوا محترمين في كل الاشغال. اذا نشوف باللي فيه جبهات كثيره راهي في الشونتيي هذا، وان شاء الله تنتهي الاشغال في موعدها. وهنا نشاهد الكراسي، عمليه الكراسي وتواصيله، ان شاء الله تنتهي الاشغال في موعدها. الصور هذه تعود الى يومين لو البارح. اذا هذه هي حاله الاشغال بالملحقات نتاع ملعب عنابه. اترككم في رعايه الله يحفظه، والسلام عليكم.